معي عبر سكايب من القامشلي كينو جبرائيل، عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد كينو. بداية دعنا نفند أكثر أهمية ما استعيد من نقاط داخل أحياء مدينة الرقة. طبعا في البداية الكل كان متابع للتقدمات والأحداث التي تحصل في مدينة الرقة خلال العمليات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية. طبعا الوضع الصعب الذي شهده داعش فرض عليها القيام بهجمات قوية خلال الفترة الماضية، وقد كانت هذه الهجمات محل استعداد من طرفنا، حيث كان لدينا علم شبه مسبق بها، وبكل الأحوال كانت قواتنا وكان مقاتلونا جاهزون للتصدي لهذه الهجمات والأعمال التي قام بها داعش بشكل قوي. طبعا خلال الأيام الماضية بدأت قوات سوريا الديمقراطية حملة قاسية من أجل أو قوية من أجل التقدم بشكل أكبر داخل مدينة الرقة والعمل على تحرير الكتل السكنية التي الموجودة ضمن الأحياء المسيطر عليها من قبل قواتنا، والعمل على تحرير كتل سكنية جديدة مما موجود تحت سيطرة داعش، كما تم الذكر قبل قليل في أحياء الدرعية والرشيد والبريد وغيرها من الأحياء الموجودة في مختلف الرقة. جبهات مدينة الرقة سواء الغربية أو الشرقية أو الجنوبية. نتحدث عن الأعمال العسكرية استعادة تتقدم بشكل نتحدث عن استعادة تفضل. على استعادة حوالي 60% صحيح من أراضي الرقة. تقريبا هذه النسبة معقولة اليوم نتيجة التقدمات وخاصة التي حصلت خلال الأيام الماضية. تم تحرير مناطق جديدة بشكل كبير، وهذه التقدمات جاءت نتيجة التنسيق والبرنامج والخطة التي تم وضعها بالتنسيق ما بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف الدولي والخبراء الموجودين هناك من أجل التسريع في التحرير. طبعا هذا الأمر جاء نتيجة دراسة التقدمات ودراسة العمليات العسكرية التي حصلت خلال الشهرين الماضيات والتقدم الذي حصل هناك، واليوم أعتقد مع التقدم الذي قمنا به تصل النسبة إلى ما يقارب 60%. طيب، بالأمم المتحدة أمس دعت إلى هدنات مع الدواعش بمعركة الرقة من أجل المدنيين وإخراجهم. ماذا يمكن أن نعرف عن هذا الموضوع؟ كيف أنتم يعني تتعاملون؟ طبعا كما ذكرنا منذ البداية، الهدف الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية هو تحرير المدنيين وتخليص الشعب. اليوم ليس هناك منطق من تحرير مدينة الرقة وتحرير الكتلة السكنية بدون العمل على تحرير أهلنا الموجودين هناك. طبعا هذا الأمر وما تقوم به قوات الأمم المتحدة طبعا محل ترحيب من طرفنا، ولكن مثل هذه الهدنات يجب العمل عليها والوقوف عليها بشكل جيد كون ليس هناك تأمين لما يقوم به داعش. اليوم العمليات تقوم بها قواتنا مستمرة لتحرير المدنيين منذ بداية حملة غضب الفرات في شهر فلنقل تشرين الثاني الماضي، واليوم ضمن مدينة الرقة بالتحديد أيضا آلاف المدنيين تم تحريرهم وتم إخراجهم وتم مساعدتهم على الخروج وتأمين طرق آمنة لهم للخروج من مدينة الرقة، والعمل لاحقا على تأمين مستلزماتهم العاجلة، ولاحقا ضمن المخيمات أيضا تمت مساعدتهم من قبل القوى والتنظيمات الاجتماعية والمدنية الموجودة ضمن نتابع معكم دائما المنطقة مستجدات معركة الرقة. أنا أشكرك جزيلا. عذرني، واضحة الفكرة، انتهى وقتنا. من القامشلي كينو جبرائيل، عضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية.